طبعا بشكركم كل اللي بتواجدوه من الصفحات والمواقع. في حاجتين مهمين، الحاجة الأولى التعاقد مع اللعيبة المفروض كان معاد النهاردة، الحاجة الثانية المدير الفني الأجنبي. نص ساعة بالظبط هتلاقوا على صفحتي وصفحة النادي كل اللي أنت عايزين تعرفه. بعد نص ساعة بالظبط. مين اللي هيتعاقد ومين اللي جه ومين اللي ما جاش ومين اللي تواصل ومين اللي ما تواصلش. نص ساعة. طب وين بقى بعد نص ساعة على الصفحة؟